قوله لا تحاسدوا، الحسد داء يفرق الأمم ويصد عن الدين ويصد عن الحق. وإنما رفضت اليهود الدخول في دين الإسلام لأنهم حسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم على نبوته، فهم أهل حسد، فالحسد يصد عن الحق. والحسد كما عرفه بعض أهل العلم أن يكره الإنسان ما أنعم الله عز وجل به على غيره من العباد. هل يشترط أن يتمنى زواله؟ الجواب لا، فقط كونك تكره ما أنعم الله به على أخيك هذا حسد، فإن تمنيت زواله فهو أشد من الحسد، وصل للحقد في القلب. والحاسد معترض على حكم الله وقضائه وقدره، لأن هذا إنما حصل هذه النعمة بماذا؟ بتيسير من الله عز وجل. الله هو المعطي، هو الوهاب، هو الغني الذي يرزق عباده والرزاق، فكونه من على هذا بنعمة وحرمك منها بتقديره عز وجل لحكمة. والحسد يضاد كمال الدين في القلب، فإن من علامة المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا من كمال الإيمان. أما الحاسد ناقص الإيمان، وقد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ بالله منه ومن شر حاسد إذا حسد. لماذا علق الله عز وجل الاستعاذة بالحاسد إذا حسد فقط؟ قال بعض أهل العلم لأن الإنسان قد يوجد في قلبه شيء من الحسد لكن لا يظهره، بل يجاهد نفسه على إبعاده، لأن هذا مرض يصيب القلب حتى يبتعد عنه. فإذا أصبت بهذا وكنت ترى أنك تحسد الناس على ما آتاهم الله عز وجل من خير، فحاول جهدك في مجاهدة ذلك وإبعاده عنك، بل بالدعاء للآخر بالبركة والزيادة، والكداوها بالتي كانت هي الداء. قلبك في حسد على أخيك المسلم، رأيت عنده ما شاء الله خير، وعنده أموال، وعنده شركات، وعنده أراضي، أنت ما عندك، قل اللهم بارك له، اللهم زيد، ادعو له بظهر الغيب وتمنى له الخير. كذلك في زمن الفتنة، في زمن الاختلاف، من أكثر ما يزيد الاختلاف التحاسد، ومن أكثر ما يقلل الاختلاف أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. وتأمل إلى هذه اللطيفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن أمتكم جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم سيصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف. انظر إلى الفتن، انظر للعلاج. قال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث فمن سره أن يزحزح عن النار فيدخل الجنة.